السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن أحلام تدل على البشارة بالتفاؤل. رؤى جيدة جدا تجعلني أتفائل، وده حتى كمان موجود في الدين الإسلامي. بشروا ولا تنفروا، لا سيما المفسرين. الأصل إن احنا نبشر الناس مش نخوفهم، زي ما بنشوف بعض المفسرات ومع جديد الأسف كل حاجة عندها كرب، مصيبة، كارثة. يا حاجة في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك الناس دي للأسف الشديد ما تعلمتش تفسير الأحلام. ده علم ولازم نتعلمه، مش موضوع موهبة. الموهبة ممكن تيجي، لكن موهبة بدون علم كأن لم يكن. يعني ما ينفعش مثلا أنا أمسك سماعة الدكتور وأقول له تعالى هات أنا عندي موهبة في الطب، ينفع؟ لازم أتعلم الطب. فتفسير الأحلام علم، وأنا لا أنكر الموهبة، لكن موهبة بدون علم لا، إحنا كده بنهرك. مش حاجة اسمها موهبة بدون علم. رؤى أستبشر بيها، رؤية الملابس الخضراء. أنا دائما أقول أن الثوب الأخضر رؤية تدل على التفاؤل والحظ الجيد والاستقرار والهدوء والراحة، اللون الأخضر. رؤية قيادة السيارة تفاؤل، رؤية الفاكهة عموما، رؤية كتابة كلمة تحث على الخير أو كلمة تحث على التفاؤل والبشارة، كل هذه المعاني تؤكد على التفاؤل وأنها بشارة بالتفاؤل إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الحدائق الخضراء، رؤية ارتداء الثوب الجديد، رؤية الشخص نفسه أمام المرآة وشكله أجمل من الحقيقة سواء إذا كان رجل أو امرأة، رؤية الستار الجميلة، رؤية الحذاء المريح، رؤية تنظيف الأسنان، رؤية ذوبان الثلج. كل هذه الرؤى تبشرني بالتفاؤل والبشارة إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.